ماجي أبو غصن، نجمة من نجمات العالم العربي. أول شيء بدي أقول لك يعطيك العافية، أكيد طالعة تعبانة، وأخيرا انتهينا من الجزء الثاني من اللنون. صح، أولت مبارح. أولت مبارح من يومين، بوجي لهون للميراكس، فأنا مبسوطة من هيدا الشيء. يعني بعرف أنه في رهانات كتير كبيرة عليكم السنة، خاصة بعد نجاح الجزء الأول، وهيدا الشيء بحملك مسؤولية. أنت ماجي اليوم أنت نجمة صف أول، أكيد. عندك الفانس تعولك، وعلى حسب ما سمعنا أنه في مفاجآت كتير بالجزء الثاني. في مفاجآت كتير بالجزء الثاني، كل شخص بيسألنا وبيقلنا أنه ناطر الجزء الثاني بيحملنا مسؤولية أكبر وضغط أكتر، بس عندي ملء الثقة. أنا ما فيني أحكي عن المسلسل وأقول لك قدي رح يكون ناجح، الحكم للجمهور وللصحافة، بس بقول اشتغلنا من قلب رب. بس أنا شخصياً عندي ثقة بكاميرا فيليب أسمر إخراجه، عندي ثقة بنص نادين جابر، بكل النجوم، بالكرو، بكل الممثلين بالعمل. نحن اللي عملنا اللي علينا والباقي على الناس. بيقولوا أنه أنت محظوظة لأنه في معك منتج من أكبر المنتجين بالوطن العربي، الأستاذ جمال اللي بحييه يعني. فبس ما بيكفي، يعني أنت موهوبة، ولكن أنت عم تلاقي يمكن مين يكون وراكي وأنت عم تطلعي قدها. شو بدك تقولي للي بيقولوا أنه ماجي أنه كتير مستفيدة من أنه زوجها الأستاذ جمال سنان؟ أنا بدي أقول لك أنا مني محظوظة أبداً، أنا أكتر من محظوظة، أكتر بكتير 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 من محظوظة. لما الرجل والامرأة بيكملوا بعض نحن منكمل بعض. أنا عندي موهبة، هو عنده كل الدعم للموهبة، هو عنده الإصرار بشغله، أنا عندي كل الحب والدعم لإله بشغله، فنحن منكمل بعض. الله يخلينا لبعض ونكمل هيك. أكيد. إن شاء الله يا رب. أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق، وكلمة بمناسبة شهر رمضان المبارك لمستمعين عبر راديو الرابعة. مستمعي راديو رابعة، بدي أتمنى لكم من قلب قلبي رمضان كريم وصيام مقبول، ويا رب ينعاد عليكم بهالشهر الفضيل بالخير والصحة والبركة والسلام. وتابعوا للموت الجزء الثاني. تابعوا للموت الجزء الثاني. ماجي أبو غصن. ماجي أبو غصن.